صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من صباح الخير عم نبداها معكم، كلنا أمل إنه يكون هالنهار يعني مليان بالخير اللي رافق الجميع، وخاصة يعني مبارح مع المطر يلي كان، فأكيد كان هيك فرصة يمكن لقلنا كلنا، كل واحد عنده كتير أمنيات بركي يدعيها، وإن شاء الله يا رب كل شيء هيك بيتحقق. الأهم دائما يمكن بكل نهار نضل مكملين بكل طريق بنختاره، وما توقفنا الخيبات أو الصعوبات اللي ممكن نواجهها بحياتنا. يسعد صباحك يا ولد. صباح الخير يا آية، يسعد صباحك كل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية. فعلا مثل ما قالت آية، المطر مبارح يمكن رجعت فينا أمل جديد بأنه الحياة بتتجدد على طول، ولكن في عتب، هذا العتب موجود دائما، أنه نحن ما بعرف ليش منتفاجأ ببلدنا أنه نزل مطر، صار شتاء، يعني أنه على أساس أنه في شتاء ونزلت مطرة فورا بتسكر الطرقات، بيصير عجقة، بتطوف مثلا المصارف الصحية فجأة، ولي صار مطر. على كل حال نحن منقول إن شاء الله الأمور تتحسن يوما ما، ومنضل عنا أمل وتفاؤل إنه بلدنا للخير رايحة. يمكن من أكثر اللحظات يلي منحس فيها بالسعادة هي لما تنزل مطر، هي لما تتجدد الحياة بالطبيعة، وأيضا لما نشوف الأشخاص اللي منحبهم قراب مننا. هالشي بيخفف شعورنا بصعوبات الحياة، ومنحس إنه مو لحالنا بهاي الدنيا يلي عم نعيشها. يسعد صباحكم وصباح كل شي حلو. مين حابب تصبح؟ عليكم. علي؟ مين كمان؟ هالكل. والله كل مين فايق بهاليوم، عم يلاحق شغله، عم يلاحق وقت، عم يلاحق دراسته. صباح الخير أول شيء لألكم، حب صبح على زوجتي وعلى بنتي. الله يسعد صباحكم ويجعل هالبلد يا رب. إعادة تدوير الأقمشة فن بحد ذاته، وبيحتاج بكل مرة لأيادي ماهرة وعقول مبدعة لابتكار أفكار وأعمال جديدة تتناسب يمكن مع العصر الحالي. واهتمام الناس بهالموضوع بكل دول العالم عم يزداد، وعدة معارض ودورات تعليمية وندوات عم تنعقد لحتى يعلموا الناس كيف ممكن يعيدوا تدوير أو يطلعون على النتائج. مثلا إبرة وخيط وحدة من المجموعات النسائية المميزة بهالفن، وباتريسيا غنام زارتهم ورجعت بهالتقرير. منعلمهم، مندربهم، منخلق لهم يتعلموا مهنة، بيطلعوا لسوق العمل بيحفظوا كرامة وجهن، لأنه أثناء الحرب انتقلنا بمرحلة الإغاثة. لذلك وقت بتلاقي السيدة هون عم تشتغل وعم تعطي، هذا شغلة كتير كبيرة، يعني هي بتعزز ثقتها بنفسها، بتقويها، بتقدر أهم شيء أنه بتقدر تعتمد على نفسها، وبتحقق لحالها دخل تقدر تعيش منه. ثقافة إعادة التدوير عم تاخد حيز مهم بالمجتمع، سواء عن طريق المعارض، الدورات والندوات التعليمية عن أهمية إعادة التدوير والاستفادة من الأشياء التالفة وصنع قطع جميلة على ذوقنا. يا
يعني ورد ما في شك بأنه بكل وقت وبكل مكان نحن معرضين للخطر، مثلا نحن وبالبيت ممكن نتعرض لحرق معين، وهون لا سمح الله بيجي دور الوعي بالتعامل مع الموضوع وتحديدا الإسعاف الأولي اللي يعتبر موضوع مهم جدا بهذا الموضوع. كثير من الناس بيتصرفوا بشكل خاطئ وبيزيدوا الطين بلة، يعني بيتعاملوا مع الحرق بطريقة ممكن يجرثموه، ممكن يزيدوا من وضعه المزعج. على كل حال الحروق موضوع بالغ الأهمية ولازم نتداوله بكل عناية وتفاصيل لحتى نتعرف أكثر عن الحروق ودرجاتها وطرق التعامل معها وأنواعها. صارت معنا الدكتورة أمان دعبول اختصاصية بالأمراض الجلدية. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحك دكتورة أمان وأهلا وسهلا فيكي معنا. يعني مثل ما كنا عم نحكي كلياتنا يا نحن معرضين يا حدا من اللي معنا بالبيت معرض لا سمح الله بأنه يتعرض لحرق معين على اختلاف شو هو نوع الحرق اللي ممكن يتعرض له. خلينا نبدأ معك دكتورة بأنواع الحروق اللي شائعة أكثر شيء. هلا الحروق بيقسموها يعني على مجموعتين، مجموعة سبب الحرق ومجموعة شدة الحرق. فإذا بدنا نحكي أنواع الحروق من حيث السبب، يعني في بنبلش بأبسط شيء حروق الاحتكاك. يعني لما مثلا طفل عم يلعب بالبسكليتة وقع وزحكت رجله صار في إيروجن أو يعني تسحجات على مستوى الجلد، هي تعتبر حرق. فحروق الاحتكاك أول درجة وأخف من غيرها، إلا إذا كان مثلا الوقعة كانت على مكان مجرسم مثل ما حكى الأستاذ ورد. الفكرة الثانية إنه النوع الثاني من الحروق هي الحروق باللهب، يعني بالنار اللهب بشكل عام. ممكن يكون عنا حروق كهربائية، ممكن يكون في عنا حروق بمواد ساخنة، ممكن يكون عنا حروق كيميائية المنشأ، يعني بمواد كاوية كيميائية المنشأ. وكل نوع له تدبيره الخاص وله مراقبته. أما إذا بدنا نقسم الحروق من حيث الشدة فممكن يكون في عنا حروق من درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة حسب شدة الحرق. تماماً. يعني أي الأصعب، الدرجة الأولى أم الدرجة الثالثة؟ لا طبعاً الدرجة الأولى من حيث الألم أصعب شيء. تماماً. والدرجة الثانية، الدرجة الثالثة بساعتها صعب كتير، بس بعدين ما بيعود بحس المريض لأنه تلفت كل النهايات العصبية. صحيح. بس هو من حيث الترميم والمدى البعيد والعقابيل والاختلاطات واحتمال الانكماشات والتجرسمات أشد بكتير. طيب. لأنه بياخد مستوى مو بس الجلد، ممكن يصل لتحت الجلد لو مستوى العضلات. يعني بس لحتى نوضح أنه في ناس أوكي التصنيف هو للاختصاصيين، ولكن نحن حتى نقدر نتعامل مع الموضوع بشكل أكاديمي فالحرق من الدرجة الثالثة لازم يعنى به أكثر من الحروق الباقية، كله لازم يعنى به ولكن نعطي عناية أكثر. طيب دكتورة سؤال، شو الأخطاء اللي بنرتكبها لما ننصاب نحن بحروق أو حدا قدامنا ممكن ينصاب بحروق؟ هلا أول شيء التدبير الأولي بيعتمد على الموروث الثقافي والتقليدي، حطوا معجون أسنان، حطوا طحين، حطوا زبدة، حطوا كذا. هلا هي كلها آليتها لحتى تخفف على المريض من حدة الألم، شعوره بالألم. أم هل هي ستفيد المريض في إنه تعالجه أو تفاقم مشكلته؟ هي عليها إشارات استفهام كبيرة. فالتدبير الأولي أو الأول ما بيصير الحرق بكل أنواعه هو تسليط ماء بارد، مو تلج، ماء بارد. كمان هي من الأخطاء الشائعة. ممكن يكون في حروق تلج. من التلج. ممكن أيوة التلج نفسه، لأنه في عنا شيء من أنواع الحروق ما ذكرتها، عضة الصقيع أو عضة البرد، حروق الشمس، هي ما فاتني إني أذكرها. فنحن ما منجي منعالج بالتي كانت هي الداء. المفروض نحن صحيح نحط مي باردة لنخفف آلام المريض، والمي الباردة كمان ممكن تروح بقايا يعني أقمشة عالقة، أو ممكن تروح حتى مواد كيميائية أو تراب إذا كانت الاحتكاك. فهي كتير مهمة، ومدة تسليط العضو المصاب بالماء على الماء البارد بتختلف حسب نوع السبب المؤدي. يعني أنا إذا بدي أعالج مريض عنده حرق كيميائي ما بيكفيني أقل من ساعة تسليط الماء، اما اذا بدي اعالج حرق احتكاك او حرق 10 دقائق كافيه. يعني حسب طبعاً نوع طبعاً الحرق اللي بيكون موجود. كنت ذكرتي دكتوره انه موضوع انه نحن نحط معجون اسنان هذا موضوع خاطئ. ايضا في الكثير من الاشخاص اللي بيتعاملوا مع الحروق بطريقه خاطئه، بيستخدم ممكن اشياء ممكن تضرهم كثير. رح نتعرف مع بعض على ابرز الاخطاء الشائعه بهالانفوجراف وبنرجع لحتى نكمل بفقرتنا. Thank you.
يعني مثل ما كنا تابعنا مع بعض اخطاء كثيره بنرتكبها، وهذا الشيء يمكن الشائع اللي نحن دائما بنسمع عنه انه اعملوا هيك حطوا مي كثير، كنا ذكرنا هي الامور مع بعض. طب دكتوره نحن امتى بنعرف انه نحن فينا نعمل الاسعافات الاوليه بالمنزل وخلاص وامورنا تكون بالسليم، وامتى بنقول لا نحن هون بحاجه لتدخل طبي فوري؟ هلا الاسعافات الاوليه اللي بتصير بالمنزل ضروريه، يعني اول شيء مثل ما حكينا تعريض الحرق لماء فتره تختلف حسب نسبه الحرق، لكن من المهم الانتباه ل يعني انتشار الحرق. يعني انا لما بده يكون عندي حرق مساحته واسعه هذا قطعا بده يروح على المشفى. اذا الطفل صغير تحت دون سنه او دون سنتين يفضل انه يتاخذ على المشفى حتى لو كان الحرق مساحته صغيره. انواع الحروق مثلا الحروق الكهربائيه المنشا فورا على المشفى، لانه ممكن تعمل اضطرابات نظم، ممكن تعمل مشاكل من نوع اخر. الحروق الاستنشاقيه كمان، لانه لازم نحن ننتبه للمجرى التنفسي والفم وال يعني الرئتين وكذا، ما يكون في استنشاق مواد معينه بدها اسعافات خاصه. هلا الحروق الكيميائيه كمان يفضل، لانه احيانا ممكن انه نعطي المريض مواد تعاكس الماده الكيميائيه، يعني اذا كانت كاويه نطبق بالمشافي مواد قلويه، هي بتتبع ويفضل ساعتها المريض ياخذ معه الانينه او الشغله اللي ادت للحرق. تمام يعني. حتى اذا ما بيعرف شو تركيبتها ممكن بالمشفى يقدروا يكتشفوا شو هي الماده. طيب دكتوره نحن بنقع باخطاء شائعه غير اللي شفناهم بالانفوجراف كمان، نحتار من الصدمه يمكن انه نغطي الحرق ولا ما نغطيه لبين ما نروح على المشفى، نحط فازلين ولا لا، نحط مثلا كريم مرمم ولا لا، ننطر ليشوفه الدكتور، شو الصح وشو الغلط؟ هلا والله هون كثير بتختلف الاراء، بس اجمالا اجمالا نحن مع التدابير اذا صار في فقاعات صار في شيء، معناتها هذا حرق يفضل انه يتابع بمركز بمشفى او بمركز علاج حروق، لانه الفقاعات يجب ان لا تفقع هي لحالها عم تعمل، ولكن بعناية وبإشراف متخصص. إذا بدها تفقع هو الطبيب بقرر إنه هل هي مجرسمة لدرجة إنه وجود أو عدمه سيان، يعني لأنه أنا مثلاً هي الفقاعة عم تحمي الجلد، هي صحيح جلد انفصل عن البشر البشرة يعني انفصلت عن الأدمة، لكنها هي عم تطبق طبقة حماية فهي ضرورية. إجمالاً الحروق يفضل أنه تغطى إجمالاً، وتغطية الحرق الدراسات كلها قالت أنه بنسبة 40% نسبة الترميم أعلى. بس أنا ما بغطي حرق لساته مثلاً هلأ كيميائي مستحيل، أنا بزيد الطين بلة طبعاً. ولا بغطي مثلاً حرق مجرسم، بدي أعقم أول وبدي انتبه للشغلات اللي ممكن ما تزيد أو فوعة التجرسم. تمام. يمكن دكتورة أكثر شيء الناس بتاكل همه بموضوع الحرق صار الحرق وبلش الشخص يعني عم يتعافى منه، لكن آثار الحروق بتضلها موجودة. صح. بيقولوا إنه لما الواحد بيكبر بالعمر وكل ما كبر شوي فبتبلش تروح آثار الحروق، هذا هي معلومة صحيحة أو حسب الأثر المتروك. يعني مثلا إذا مثلا مريض انحرق وطاب وترك تصبغ، مع الوقت التصبغ بخف. أوكي. طبعا أو ترك يعني احمرار بده. هلأ الندبات نحن ما منقيمها إلا لبعد سنة، بعد سنة ممكن الجسم لحاله يعمل، فإنه يكبر بالعمر لأي مدى يعني سنة بعد بسنة تثبت الأمور. يعني بخف اللون بخف الهي، بس في طرائق كثيره لازم يتبعها المريض، يعني ما ينطر الزمن انه لحتى يعمل له زوال الندبات او الاثار. طيب. خاصه اذا كانت مثلا انكماشيه او على المفاصل او اماكن يعني حيويه او بالوجه، ما بنستنى نحن الزمن لحتى نتدخل تجميليا ونتدخل جراحيا. من الامور اللي عم شوفها على اليوتيوب كنت دكتوره انه في شيء اسمه زرع جلد، يعني بياخذوا ممكن خلايا جذعيه او شريحه جلديه من منطقه معينه من جسم الانسان وبيزرعوها وبيكاثروها بعينات معينه وبعدين بيرجعوا الرقعه بيحطوها مكان الحرق، عندنا هيك تقنيات؟ والله انا هي الفكره بده يكون يعني القائمين عليها هم من اطباء الجراحه الجلديه التجميليه، بس نحن اللي كنا نعرفه انه بيزرعوا كانوا مثل بالون لحتى يمطط الجلد ما ينكمش لا بمكان اخر بمكان جلد سليم،
بيزرعوا بالون معين وبيزيدوا حجمه بالتدريج لحتى يتمدد الجلد تمدد كافي، بعدين بيقصوا هي المنطقة اللي تمددت بشكل كبير وبيعملوا لها كمان مثل على رول خاص بيثقبوها وبيوسعوها، فبتاخذ مساحات واسعة كبيرة بتغطي الأماكن المحروقة. يعني هو الجلد الذاتي، أما تقنية الخلايا الجذعية إنه تنزرع عنا ما سمعت إنه وصلت لعنا. ما وصلت لعنا لسه، ان شاء الله بتوصل. بكل الاحوال دكتوره، يمكن في ايضا يعني موضوع كثير بصير مع كثير من الاشخاص اللي بيعملوا ليزر، بصير عندهم حروق بسبب الليزر، فخلينا نحكي اكثر عن هذا الموضوع كونه ممكن يكون بيعني كثير يعني من الاشخاص اللي بخافوا اساسا يعملوا ليزر لهذا الموضوع. بحال صار عندنا حرق لهذا السبب، شو آلية العلاج هون بتكون؟ ما بتختلف عن آلية علاج الحروق العادية. حرق الليزر هو حرق ضوئي، يعني مثل أشعة الشمس وقت بيطلع على المسبح وكذا، نفس المبدأ. أحيانا بتكون الجول اللي مطبق على المريضة أعلى شوي من يعني قدرتها على التحمل أو شيء، فبصير عندي حرق حتى من درجة تانية، فنحن منعامله مثل حرق عادي. يعني إذا كان درجة أولى يعني مثل ما قلت الألوفيرا والمواد المرطبة طبعا بعد التعقيم، وحتى أنا بحب حط الكورتيكوستيرويدات لأنه هي المواد مضادة للحدثية الالتهابية، فبتخفف من ألم المريض يعني أكثر ما أنه تكون علاجية، بس بتخفف من الألم بشدة. وبعدين ممكن نحط الأدوية المضادة للالتهاب الموضعية، وبالذات زمرة السلفاديازين الفضة يعني، لأنه هي ثبت أنه هي فعالة أكثر من غيرها بمعالجة الحروق. تمام، معناتها خلينا نتفق دكتورة ختاما أنه أول خطوة الماء الباردة، شو ما كان طبيعة الحرق، كيماوي، حراري، لهب أو أنه قصص تانية، فورا على الماء الباردة، ولبين ما نتصل بأقرب نقطة طبية أو حتى ناخذ المريض على المشفى، خلينا عم نرطب الحرق بمرطبات طبيعيه وبمياه بارده. بدي اتشكرك لوجودك معنا، وكل الصحه والسلامه للجميع. اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لوجودك معنا دكتوره. اهلا وسهلا فيكي. ومثل ما اكيد لازم ننتبه على صحتنا، لازم ننتبه لغذائنا، لانه الغذاء الجيد هو بيساعد بترميم اعضاء الجسم ومن الجلد. الشيف حسن حريص على وضع كل المكونات الغذائيه السليمه باطباقه. شو محضر لليوم؟ خلونا نتابع. اليوم حنساوي انجينار مع الدام ونورز مع خضروات. حنشوف هلا طريقه التقديم تبعه وشلون حنساوي مع بعض. حنقول المقادير. اول شيء عندنا 6 اقراص انجينار، انا سلقتهم وصاروا جاهزين باردين عشان نقدر نشتغل فيهم، وعندنا حوالي بصل مفروم ناعم، وعندنا جزرتين مفرومين ناعمين، وشويه بازاليا بالشكل هذا. هلا وعندنا كمان شويه زيت مشان نقلي فيهم الخضروات، وعندنا مع حوالي معلقه نشا ذوبتها بشويه مي مشان نسمك الصوص نربطه مع بعضه. عندنا مكعبين مرق دجاج، عندنا شويه حمض، عصير ليمون، وممكن كمان عندنا مي، وعندنا شويه حليب مشان تعطيها دسامه ولون حلو اطيب للاكله. حنبلش اول شيء نحط على النار، نحط الزيت ونبلش نقلي البصل والجزر والبازاليا. هلا حنحط البصلة أول شيء، نستناها شوي بس لتدبل شوي، وحنحط لها رشة ملح نحنا عشان تكون طرية، لأنه ما بدنا إياها قاسية فوق البازاليا، فوق الأنجينار عفوا. حنقلبها شوي على النار. نحن حنقدم قدام منا رز اصفر، طبعا كل سكبيت بتعرف شلون نساوي الرز، الرز الاصفر هو مجرد انه نحط شوية زيت بالطنجرة مع كمية الرز اللي بدي تساويها ست البيت، ممكن نحط لها شوية صفار زعفران او كركم بيطلع عنا الرز الاصفر. هلا البصلة تستوى وتبلش تنقلها، نقليها بالشكل هذا. هنبلش هلا نضيف الجزر، الجزر رح نحطهم هلا نقليهم لانه هدول كياتهم بياكلوا وقت شوي بالتسوية. بس طبعا ما بدنا يتغير لونهم، نحن طبعا قطعناهم نحن مكعبات كثير ناعمة.
شلون عم نساويهم مع بعض نقلبهم. هي سريعة على فكرة وطيبة كثير، وبفكروا العالم انه بتاخذ وقت، هي لا، الاكلة هي الاكلة ما بتاكل وقت، كثير سريعة وبتخلص بسرعة كمان. هلا هيك بلش الجزر عم يستوي شوي. هلا بنضيف البازيليا. طبعا ممكن تغير ست البيت بدل البازيليا، ممكن تحط فليفله او اي فاصوليه على هوا رغبتها طبعا ورغبه اهل البيت تبعها، انه شو بتحب، شو بيحبوا المكونات اللي تنحط فوق الانجينار. هنحط لهم احنا شويه مي. بس ليستووا اكثر وياخذوا السوايه اكثر شوي. لانه احنا ما بدنا اياهم تقلايه، بدنا اياهم بس يستووا عشان يضلوا قاعدين رطوبه وما تنشف الخضره. طبعا الصوص اللي حنساويه نحن هو صوص ابيض قدام منا، بس بطريقه مختلفه شوي، مو مثل الطحين، الطحين او اي شيء، حنشوفها شلون طبعا مع بعض. تمام تقريبا. كمان بدنا شوية مي صغيرة. هلا هيك حنحط شوي الانجينار، بعدين بدنا نشوف شلون بدنا نطبقه مع بعض. اكيد بس ياخذ السوايه اكثر كمان، وياخذ من نكهه البازيليا والبصل والجزر. حنضيف له كمان شويه مي. هلا تقريبا هيك الاكل، بدنا نستنى عليه تقريبا شي 5-6 دقائق بس لبين ما يطرأ أكثر الانجينار، وبعدين نحن بنشوف شلون بدنا نساوي الصوص بالفقرة الثانية تبعنا، وشلون حنطبق الأكل كلياتها مع بعض. وطبعا مثل ما قلنا حنقدم قدام منا رز أبيض ورز أصفر عفوا، وبنشوف طريقة التقديم بالأخير. هلا بنرجع لعند الشباب وبنكمل باقي الفقرات لبين ما تستوى شوي الانجينار. يعني مشاهدينا، في كتير أشخاص بالحياة ما بيأخذوا مواقف حازمة تجاه الآخرين، وممكن يعطوهم فرصة واثنين وعشرة، رغم أنه بيكونوا يمكن عم يتأذوا بسببهم وبيعرفوا هذا الشيء وعم يلمسوه، ومع هيك بيضلوا عم يغلطوا دائما نفس الغلطة. أكثر من مرة عتبتك عن جد، إنما للصبر حدود. بس للأخير هالشي ممكن يكون عن طيبة قلب أو حب زيادة لهدول الأشخاص، أو شعور بالوحدة لما يعدوا حدودهم وما يقدروا يحترمونا بشكل صحيح. يعني الموضوع ممكن تحكمه عدة عادات وعوامل وتأثر عليه. كرمال هيك هاشتاقنا اليوم بيقول الأشخاص يلي بيغلطوا بحقكم، ليش ممكن تسامحوهم وتعيدوا المسامحة مرة ومرتين وثلاثة وتعطوهم فرص على طول؟ وشو هي الطريقة الأمثل لتتجنبوهم إذا قدرتوا تقرروا تتجنبوهم؟ شاركونا بالتعليق على البوست الموجود على صفحتنا على الفيسبوك. رح نروح لبين الناس بالشارع السوري مع كاميرا صباح الخير ونسألهم نفس السؤال ونشوف شو رح ناخد أجوبة. في أشخاص بحياتنا دائماً منعطيهم فرص ومنكون منعرف ضمنياً أن وجودهم رح يأذينا، هاد دليل شو؟ قلب طيب، طيبة زيادة، و طبع يعني مسامح بتكون، أو طبع يعني طبع بالشخص. دليل طيبة القلب؟
بس طيبة القلب ما أكثر من هيك. هذا الحب دليل على المحبة، دليل على الصداقة، دليل على العطف، ممكن يكون طيبة قلب هيك شغلة. والله في شغلات كثيرة، في يمكن يكون دليل الحب انه في ناس بنحبهم اجباري بدنا ما بيطلعوا من حياتنا، فبنعطيهم اكثر من فرصه. هلا ممكن يكون طيبه قلب او يكون محبه، وممكن اثنين سوا كمان. هلا انا برايي الفرصه بتنعطى لاي شخص، بس يكون طبعا في مقابل، بيكون مقابل مبادره ايجابيه من الطرف الثاني. يعني انا بعطيه فرصه اثنين ثلاثه، اذا شفت ما في شيء ايجابي من الطرف الثاني انا بطل اعطيه فرص، خلص معناته هذا الشخص غير مهتم فيني. يلي دائما عنده الطيبه و عنده مجال يعطي فرص لغيره وما بيغير طبعه. لا، الحل الانسب انه الواحد يتعلم مثلا مره مرتين ثلاثه، خلاص ما عاد يعطي فرصه لحدا، مثلا انه يتعلم من الشغلات اللي صارت معه، نفهم شو عم يصير ونفهم هذا الشخص شو هو بالتحديد، وبنبعد عنه خلاص، نتركه بحاله ويعني ننصحه. بس اذا ما انتصح ما في مجال نضل نعطيه فرص، نضل نعطيه فرص. يعني هو ما بده يفهم، ما بده يستوعب شو معنات الفرصه اللي عم اعطيها وقيمتها، يعني لحتى نضل مستمرين مع بعض. بس بيضل يضيع هي الفرص، ما بيمشي الحال. أوقاتكم عن جديد. شغف وموهبة بلشت بعمر الطفولة، نجحت بعمر العشرين، قدرت بأناملها تجسد كل شيء بتشوفه بلوحة فنية. الفنانة التشكيلية الشابة مروة سليمان تميز فنها ولفت الأنظار بكثير من المناحي. خلونا نتابع سوا. فنانة حولت بلمساتها وشغفها الأنثوي كل شيء ملموس تراه إلى لوحة فنية تجذب أنظار كل من رآها. الموهوبة مروة سليمان من صافيتا، مواليد 1999، تدرس قسم الديكور في كلية الفنون الجميلة باللاذقية لتكمل شغفها الطفولي بتركها بصمة خاصة في عالم الفن من مختلف مدارسه. كان الرسم بالنسبة إلي إنه شيء كتير حلو، لأني أنا أعبر عن الشيء اللي جواتي. من لما كنت بالابتدائي وأنا حب أرسم وطور حالي وشوف شغلي، بما أني بنتمي لعائلة فنية، بابا وماما أساتذة رسم وفنانين، أنا كنت حب أني يصير مثلهم لما أكبر. شاركت معارض المدرسة، شاركت بكتير مسابقات وهالأشياء اللي كانت تصير مثل معسكرات الطلائع وهالأشياء، خلتني عطتني حافز كبير أني أنا أنه عن جد لازم أعمل شيء. تقريبا بالصف التاسع انا صار عندي حلم انه هو كلية الفنون الجميلة. صرت اشتغل على هذا الحلم لحتى اوصل على كلية الفنون الجميلة اللي هي حلم حياتي. صرت بكالوريا، وبالبكالوريا طبعا كانت علمي وكنت اقضيها كله رسم، ما كنت ادرس. فانا كنت لحتى احقق حلمي، لحتى انه اتعب على حالي بالرسم. فيوم النتائج المفاضلة طلعت كلية الفنون الجميلة، كان هيدا أحلى حلم تحقق بحياتي. هيدي الروحات بحسها لما أكون مثلا متضايقة، ممكن إنه تطلع أشياء من جواتي تعطي إنه هيدا الطابع اللي بيكون الواحد إنه كتير مزعوج ومتضايقة ويطلع الشيء اللي جواته. مثلا اللوحات اللي تحت أنا بجسد فيها مثل شوي المنطقة اللي عنا نحن، إنه منطقة صافيتا منطقة أثرية، فكلها أحجار قديمة أبراج، فإنه هيدا الشيء أنا حبيت جسده بلوحات صغيرة ولو إنه بالحبر. مثلا في اللوحات اللي صايره انه انسى، مثلا لما تكون انه كيف تكون من جوا متحطمه بالاشياء، كيف تكون عم تصرخ، كيف تكون عم تتوجع، وهالشيء عم يطلع من جواتها. لوحات الثلاثيه الابعاد مثلا، بحكم اختصاصي بالعماره الداخليه انه انا مغرمه بشيء اسمه سكتشات، فانه هيدا السكتشات انا بعملهم لحتى انه اتدرب شوي، وبنفس الوقت هي شيء انه حلو لتنعرض. بحب انه انصح اي حدا بحب الرسم او عنده موهبه الرسم انه ما يوقف عند هيدا الشيء، لانه هو كثير رح يتعرض للخذلان، رح يتعرض لانه ينكسر باشياء، رح يتعرض انه مواقف انه رح تخليه يكره الرسم، بس هو ما يوقف عند هيدا الشيء، لأنه الرسم مجاله كتير حلو وكتير واسع وما بيوقف عند العمر ولا سن معيني. شغف وإصرار سكن ريشة الفنانة مروة سليمان، فجسدت لقطات واقعية
إنسانية واجتماعية بعدة تقنية تشكيلية مختلفة لتعبر عن مخزون بصري بمساحات مشكلة من الخطوط والألوان. يعني ما في شك بأنه السوريين قدروا يتركوا لنفسهم مكانة بكل مجال دخلوا فيه وبكل بلد يمكن سافروا عليه، وهذا طبعا بسبب يمكن قوة الإرادة الثقافة يلي موجودة عند البعض وكانت سبب لحتى يقدروا يتركوا بصمة وين ما راحوا. ونبال اختارت يا آية تكون بمكان فعلا مع المثقفين واختارت لقب نبال ياسمين الشام، وهي صبية سورية موهوبة تغربت وتعبت وقدرت تترك لنفسها مكانة عند الكتار من اللي حبوها وسمعوها وسمعوا شعرها وغناءها وتابعوها ليتعرفوا على موهبتها أكثر. صمتي وحيد يسوقه الأسى، غادر القطار وبقيت وحدي وأنا سارح في غربة الاختيار، وبي حزن يقتلني بسيف العزلة وبإصرار، جرح لا ينام وإن نام لا يطيب له المنام، وجع يمزق داخل البشر باحثا عن قبلة منسية في الذاكرة، باحثا عن حنين أشواق تتوق إلى الليالي الماطرة. ذات يوم قابلتني عرافة في محطة الانتظار تحمل بيدها فنجان من القهوة وباليد الأخرى تنثر التراب في الهواء، تكتب قصة عشق أبدية على أبواب الليل والنهار. من ألمانيا وعبر سكايب صارت معنا نبال. يسعد صباحك نبال. يسعد صباحكم بالخير حبايب قلبي. صباح الخير لك نبال، أهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نتعرف عليكي أكثر نحن والمشاهدين وتخبرينا عن بدايتك إضافة للمقدمة اللي ذكرناها. أول شيء بحب أشكركم بالبداية لاستضافتي لكم معكم بالرغم من هالمسافات الكبيرة عبر برنامجكم الراقي صباح الخير اللي أنا بيها البرنامج هذا من خلال شاشتنا المحبة على قلوبنا قناة سما الفضائية. صباح الخير لكم، صباح الخير لسوريا بلدي الحبيب. يسعد صباحك حبيبة قلبي. أنا اسمي نبال، ياسمين الشام هو لقبي بالنسبة لمدينة ياسمين دمشق بلدي ومدينة الحبيبة. حاليا أنا مقيمة بألمانيا عم بدرس مراحل اللغة وبنفس الوقت عم بشتغل بالمسرح الألماني تمثيل وغناء. يعني يمكن ما بين الشعر ما بين الغناء ما بين التمثيل ايضا اللي انت دائما هيك عم بتحاولي تكوني فيهم كل هاي المجالات، خبرينا اكثر انت وين بتلاقي حالك اكثر او شو بتحبي اكثر؟ يا والله والله بصراحه هلا انا يعني انه الغناء والموسيقى هن بدمي عايشين، وخاصه انا ورثانه من بابا الله يرحمه كان يعزف عود ويغني، لكن الواقع بعد يعني انا ما مارسته هون بألمانيا اكتشفت انه الغناء بده كثير للتطوير بحاجه كثير لتمرن. فلما اتجهت للمسرح المسرح التمثيل كان سهل علي كثير التحضير، والشعر انا بكتبه هيك على السوشيال ميديا يعني خواطر اللي ممكن في بعض التجارب. تمام. طيب مؤخرا شفنا الكثير من الاغاني بصوتك انتشرت وعدة اعمال، شو النمط اللي بشكل عام بتحبي تغني بتقولي هون انا بلاقي حالي اكثر من هون؟ تماما. بصراحة هو أنا هلأ عم غني حاليا نمط البوب الأغاني الحديثة، بالإضافة كمان كانت تجارب لأبي للراحلة شادية الله يرحمها سندريلا سعد تسمع كثير أوكي تمام. فمتجهة أكثر يمكن لهذا النمط. أي حدا يمكن مغترب دائما ما بيكون عنده صعوبات وبتختلف الصعوبات بين شخص وآخر على حسب نمط الحياة اللي هو عايشة. نبال أنت شو هي أبرز الصعوبات اللي عم تواجهيها اليوم بغربتك؟
بصراحة هو بعدي عن بلدي، يعني كثير عم بتعذب هون باللغة بصراحة لحتى مثل وأفهم الكلمات وأحاول أعبر قد ما فيني، مو بالسهل أبداً. حلو كثير الواحد يقدم فنه بلغته الأم، وهذا السبب توجهي للسوشيال ميديا بصراحة، لغة الأم ما في منها. تمام، يعني بنضل شايلينا بقلبنا وين ما رحنا وين ما اجينا. بشو حابة تكملي أكثر، تمثيل أو غناء؟ إذا قلت لك اليوم معك خيار من الاثنين، شو بتختاري؟ هلا الصراحة هي لو سنحت لي الفرصة بالوطن العربي أكيد أنا باعتبار بحب الاستعراض، بحب إني أكون بين التمثيل والغناء دائما، مثل وغني سوا. ولكن للأسف بالنسبة للتمثيل هون صعب علي كثير بالعربي أكون مثل، لذلك بتلاقي يعني صفحتي الفنية قليلة كثير بمحتواها التمثيلي، فبحاول أعبر كثير بين الشعر وبعض الفيديوهات التسليك للأغاني يعني. أكيد التمثيل حاليا لأنه أنا بمجال التمثيل يعني بين الألمان، وكمان عم غني بعض فرق موسيقى بالتوفيق دائما. يعني نحن ما فينا نكمل يمكن بالطريق اللي اخترناه إذا ما كان في حوالينا أشخاص يشجعونا ويدعمونا ويعطونا هاي الطاقة الإيجابية اللي تخلينا نحن نحب الشيء اللي عم نعمله. مين كان معك من البداية؟ مين شاف أول فيديو لإلك شجعك قال لك إيه نبال كملي بهذا الطريق؟ هلا اذا بدي احكي على الفيديوهات اكيد السوشيال ميديا هي كانت اكبر داعم لي، متابعيني المقربين. اما انا على الاونلاين هون فكان اول حدا يعني شجعني انا انتميت لفرقه موسيقيه المانيه كان صاحبها المايسترو عربي الاصل من مصر الحبيبه، وجه له تحيه له ولكل شعب مصر الراقي. هو اللي قام على دعمي كثير، وهو اللي لاحظ تحركاتي مع الموسيقى واذني السماعه. هذا اول من شجعني. تمام. بعدين يعني الالمان وجهوني طبعا للمسرح وبعثوني اشتغل. حلو كثير. طيب ممكن تشاركي يوما ما ببرامج المواهب؟ يعني عم نشوف انه هالبرامج هي بوابه لتوصل الشخص الموهوب لمساحه خلينا نقول اوسع من الجماهيريه، ممكن تدخلي بهالبوابه؟ والله ممكن لو كان انه حسب الزمان والمكان، شايف انت هالازمه هي كورونا يعني مو بسهل ابدا التنقل، بس ليش لا، تجربه رح تكون كثير حلوه. تمام، بتحبي يعني ما في مشكله من حيث المبدا؟ لا لا اكيد لا. اوكي نبال، احكي لنا اكثر عن يمكن اهميه السوشيال ميديا لحتى كل شخص موهوب اليوم يمكن اكتشف بحاله شيء قادر هو يقدمه يعرضه للناس. خبرينا عن يعني تجربتك بهذا الموضوع. مثل ما قلت لكم انا السوشيال ميديا هي لعبت معي صراحه دور كثير كثير، يعني خاصه منصه الفيسبوك كانت في عليها دعم كثير من متابعيني من مصر الحبيبه وبعد الاعلام السوري، اعلام مصر اعلام سوريا، يعني شو بدي اكثر من هيك. هذا هو الشيء اللي خلاني استمر واتشجع واتحفز بغرفتها. تمام. طيب شو عم تخبي لنا للايام الجايه؟ شو تحضيراتك؟ شو خططك؟ مشاريعك؟ هلا بصراحه للاسف يعني عنا هذا الشهر نحن كل شيء مفتر بالوقت الحالي. اليوم كان عنا اول يوم للاجراءات التسكير لانه ازمه كورونا رجعت صعبت عنا كثير. الله يحمي الجميع. فعندي مواعيد اذا الله راد لاخر يعني شهر بالسنه، عندي عرض مسرحي ان شاء الله اخذ بطولته بالالماني، وعندي كمان كونسرت مع فرقه موسيقيه هارمون. تمام، حلو كثير، بالتوفيق. مؤخرا يمكن قدمتي اغنيه على مسرح كنا يعني شفنا هيك جزء منها، فاحكي لنا عنها اكثر. تماما، الاغنيه اسمها اول مره بوضعك، انكتبت لفيلم قصير كنت مرشحه له اسمه الحلم، يروي قصه فنانه وطريق كفاحه، ولكن للاسف بسبب ازمه كورونا ما قدرنا نعمل هالشيء. الأغنية من كتابة وألحان الأستاذ سامر عقيل، وجه له تحية، هو سوري الأصل، وكمان توزيع موسيقي لأنس علي كمان هو سوري الأصل. أنا دمجت فيها يعني روح الشباب وروح الكبار شوي، وأغنية جديدة علي نمط حزين رومانسي، انفتت لقصة الفيلم يلي هو إنه فنانة وبدها تترك حبيبة وتفارقه بسبب الفن، يعني مشوار الفن وصعوباته. تمام. وتحية لكل حدا كان تعبان معي بهالاغنيه وكل حدا واقف جنبي، والالمان بالنهايه لما كان عندي عرض مسرحي خافوا هالشيء، حبوا يفرحوني وقعدوا اقدميها على المسرح، يعني شاركوني فرحتي وقدموا لي دول. يعني ما ضل غير نتشكرك كثير للشيء اللي عم تعمليه، ونتمنى لك التوفيق بكل شيء قادم. شكرا جزيلا وتحيه لك من الشام لعندك، شكرا كثير لك. شكرا.
قلبي، وانا بتشكركم كمان مره ثانيه من كل قلبي لهاللفه الحلوه من بلدي الحبيب سوريا، يلي بتمنى هيك نرجع له بخير وسلام يا رب. نحاول هون بغربتنا نمثل اسمه ونكون يعني تصير اسطوره لؤي ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تحياتي جميعا وتبقوا في الخير. شكرا كثير لك نبال، وبختام فقرتنا معك لازم اكيد نسمع الاغنيه اللي كنتي خبرتينا عنها. هي اول مره بدعك انا الرياضة اليومية الوسيلة الأمثل لفقدان الوزن والتخلص من الطاقة السلبية والاكتئاب. رياضة الصباح صارت جاهزة. يسعد صباحكم، معكم الكوتش رينار من أبتاون سبورت أكاديمي. اليوم جهزت لكم مجموعة تمرين لحتى نتخلص من المنطقة الخارجية للإيدين. إذا كان في عندي زائد من هون مبينة كتير كبيرة، رح هي تمارين تساعدنا كتير. رح بلش دغري أنا بأول تمرين. رح نحتاج وزن من هون، رح لف بإيدي واطلع لفوق، نرجع داون لتحت، بدي اطلع لفوق مستوى الكتف، نرجع داون لتحت. طبعا ما ننسى نحمي قبل التمرين. حمي مفصل الكتف والظهر كتير ضروري لحتى نتجنب الإصابات قبل التمرين. 9 آخر عدة 10. انتو رح تعملوا 20 عدة وانا رح كمل على الست يلي بعده. من هون رح رخي ركبي على الارض شوي صغيرة، رح شد ظهري وصدري وانزل لتحت. من هون رح ارفع ايدي زاوية 90 بفتح، نرجع نسكر. Again 2. اذا حسيت انه ظهري عم يوجعني فيني اقعد على كرسي، كمل تمريني طبيعي. رح ريح. هلا حروح التمرين يلي بعده، ومن هون رح اخذ زاوية 90، حاطلع لفوق بشكل نصف دائرة خلف الرأس، نرجع ننزل لتحت ضغط. اجين نصف دائرة خلف الرأس، ننزل لتحت ضغط. رح حس بأكتافي خلفية والأمامية. وبنفس الطريقة على الطرف الثاني من الإيدين، نطلع لفوق ننزل لتحت. إذا عم ناخذ تمرين كل طرف لحال فإحنا ما بنريح بين الستات، دغري بنكمل على الإيد الثاني. آخر عدة ويرح ريح. هروح على اخر تمرين عنا اياه اليوم، ايضا مثل ما كان البوزيشن قبل شوي، رح خفف على ركبي شوي صغيره، شد ظهري وصدري، حانزل لهون. من هون رح اطلع لفوق كوعي لجوا، برجع بنزل، ما في داعي لانه انا مد ايدي كثير لتحت، هيك بكفي. لفوق نضغط على كتاف الخلفيه وننزل بشكل بطيء. طلع نفس. آخر عدة 10 وبريح. هناخد تمرين كمان، هطلع بإيدي رفرفة أمامي، نرجع بننزل ناخد رفرفة جانبي. آخر عدة
حنريح. هيك بنكون خلصنا تمارينا اليوم، بتمنى انه تكون عجبتكم وبتمنى انكم تستفيدوا منها، وبستناكم بالحلقات الجاية. يعني مشاهدينا، تسريحة الشعر من الأمور المهمة يلي بتكتمل فيها طبعاً أناقة أي صبية وبأي أطلالة، لكن البعض يمكن بيلجأوا ليغيروا الستايل شوي الخاص بشعرهم بطريقة قد تكون خاطئة لمجرد أنه هيك الموضة، بتكون القصة كارثية. يعني هلأ تبدل الطقس، بننتقلوا الصبايا من الألوان الصيفية للألوان الشتوية، ومثل ما قالت آية في أخطاء مرتكبة نحن وكل الناس بغنى عنا. اليوم حنحكي عن أبرز الأخطاء باختيار التسريحة القصة والألوان، ونعطي خطوات لتسريحة لطيفة مع مصفف الشعر ضيفنا بالاستوديو محمد كيكي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك محمد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك معنا. يعني محمد، خلينا هيك نبدأ بداية، قبل ما هيك نبلش بالشغل معك خطوة بخطوة، نحكي على أبرز الأخطاء اللي بتشوف أنت كتير صبايا يمكن بيقعوا فيها بما يخص تسريحة الشعر، اللون وكل هاي التفاصيل. تماما. هلأ أغلبية الأخطاء بتصير وقت شعرهم بيعملوه بالبيت وبيتعرض لحرارة البيبيليس بشكل كتير عالي. فبتمنى انه تتجنب هذا الشيء. بيقصف كتير بيبقى الشعر. تماما. بيحرق الشعر كتير. بالضبط. وكمان نصيحة تانية، انه بدها تطلع من البيت يكون شعرها منشف كتير باستشوار، ما تعرضه للهواء مشان ما يقصف. كمان بيقصف اذا هون. تمام. يعني الله يعينهم يساعدهم هالصبايا انه بدهم يعتنوا بشكل مضاعف عن الشباب. طيب نبلش نعمل التسريحه، شو حنعمل اليوم؟ هلا مثل هون النصبيه، تمام، عندنا شكل الوشه بيضوي، هذا الشكل بيقولوا عنه المثالي. تمام. شكل الوجه المثالي. هلا حنعملها تسريحه كثير ناعمه وبسيطه يليق لوشها. اوكي، معناتها فهمنا من حديثك لحد الان انه كل وجه له تسريحه مثاليه خاصه فيه. هلا هي شكل وجهها بيضوي، هذا الوجه المثالي. اذا كان غير انواع، اذا كان انواع مثل عندك المربع، تمام، بفضل انه يكون شوي لعند مشان يغطي عند الفكين يغطيهم. أوكي. وشكل عندك الدائري بفضل يكون ليس لتحت مشان ما يدور لوشها، بفضل يتجنب القصات القصيره. تمام. نبلش شغل. أوكي. اذا بتتكرم علينا لانه ممكن ناخذ وقت شوي نحن وعم ندردش معك. آية، بتعتبري انه مثلا حريصة انت كل الحرص على مثلا موضوع الشعر، خاصة انت مثلا استشوارات كل يوم؟ يعني تماما. هلا عن جد هيك يمكن مع الهواء ومع الطرافة بتلاقي انه ايه، كل ما انت عم تعمل شعرك اكثر ما عم تتركه يمكن على طبيعته، فبصير بيتضرر يمكن اكثر، او بصير في تقصف بالشعر اكثر، وهذا الشيء اللي كان هلا عم يخبرنا يمكن عنه اكثر محمد. محمد احكي لنا على الالوان، يعني الالوان هلا الشتويه، الصبايا اللي بدهم يغيروا من لون الصيف لحتى ينتقلوا لالوان ثانيه. هلا سرعات الالوان الفاقع، تمام، بس هلا كنا احنا فايتين على الشتاء، بتجنب الالوان الداكنه. الالوان الداكنه يعني مثلا عندك النحاسي، النحاسي الداكن، البني الداكن. اوكي. هدول الالوان كثير حلوين، ممكن اذا بدك تعمل هايلايت تعمل لو لايت. وهلا نحن فايتين على الشتاء، تمام، بنريح الشعر شوي من الهايلايت. اذا بدنا نعمل له هايلايت بنعمل له لو لايت، يعني خصل الكراميل. تناسب كمان مع الجو. اوكي محمد، شفت الهافانا كثير دارج، الالوان اللي على اورانج كمان. هي الالوان النحاسي، هي اللي كانت، هي هلا نحن هي الالوان النحاسي. هذا كان وما زال يعني هذا اللون. تماما. يعني هو كان بالصيفيه شفنا كثير يمكن ناس بلشت تعمله، ولا لساته مكمل بالشتاء. بالضبط. هلا نحن نفس الدرجات قريبه عليها نعملها بشكل داكن، اللي نحن فايتين بجو الشتاء. تمام. وهلا كمان اللي بيلعب دور اكثر عندك بشره، اللون بشره الوجه اذا كانت بيضه بيلبق لها اكثر. تماما. فهو بترجع على حسب لون البشره، يعني هي الفكره اللي نحن بنرجع بنحكي فيها دائما، انه لون البشره يمكن وشكل الوجه. يمكن هو لونه كثير حلو بس بيطلع عليك علي مثلا ما حلو. تماما. فهي بتفرق يعني من صبيه لثانيه. وحتى كمان طبيعه الشعر، يعني مثلا الصبيه اللي معنا طبيعه شعرها حلوه، في بعض السيدات او الصبايا طبيعه شعرهم مجعده كثير، في ناس شعرهم ستريت، في ناس شعرهم اوكي ويفي شوي بس بيحتمل الالوان اكثر من غيرها. طبيعه الشعر كيف بتلعب بالموديل واللون؟ هلا بالنسبه للكيرلي، وقت بدها تعمل شعراتها هي لحالها بالبيت، بتحط له حمامات كريم
بتضل عم تستخدم له حمامات كريم وحمامات زيت ومشان تحافظ على الكيرلي يكون طبيعي. اوكي. ما تحتاج اذا بدها تروح على صالون. تمام. وبالنسبة للشعر الناعم بدها تحط ابر تغذية لانه الشعر الناعم البصلة بتكون رقيقة متعرضة للتصابر بأي وقت. يعني كل شيء له طريقة عناية مختلفة تماماً. ولكن نعم. القواعد الأساسية هي عامة للجميع حتى للشباب. يعني أنا عم صادف هلأ كتير شباب عم يقولوا شعرهم عم يهر بموسم الباذنجان. ليه موسم الباذنجان هلكنا موسم الباذنجان. بعد يخلص موسم الباذنجان من هر الشعر. طيب محمد كمان في القصاف اللي جايين على الشتوية. يعني قالت آية من شوي إنه كانت الألوان النحاسية وحضرتك أكدت هالموضوع. تماما. القصة كيف؟ قصير طويل ممكن يكون تستخدمه مقص؟ كمان نحكي لا على حسب تدوير الوش. هلا مثل ما قلنا شكل البيضوي بيلبق له كل شيء، كل القصات بتلبق له. أما الشكل الدائري بنتجنب القصات القصيرة لأنه بيدور لوشه أكثر. يعني يفضل يكون شوي أطول. تمام. محمد يعني اسمك عم تعمل الجدوره، بالله اشرح لنا هي شلون شو الطريقه يعني الافضل. هلا بركي لما نعمل القسم الثاني لانه في كثير ناس يعني وانا منهم يعني جاي بدي اعرف فما بنعرف نعمل. يمكن اول خطوه هي اصعب شيء عرفت بانك تعمل الجدوره. هلا هي بدها ممارسه يعني هي كثير بسيطه يعني مثل ما شفتي يعني انا هلا بيعملها من الطرف الثاني بنتعلم. فلا عن جد نتابع اكثر بركي هيك. اهم شيء يكونوا هدول متناسقين مع بعض. اوكي يكونوا يعني نفس الشكل تقريبا. تمام. ليش بتستخدموا سبراي كثير مشان السبراي هلا مشان ينظف الشعر. هلا في عندك هون زغبره بينظفها سبراي. اوكي نظفها. تمام يعني ما عاد في شعرات تماما. طالعه برا شعرات جوا مشان وقت بدك تصور على الكاميرا بس نخلص الموديل يطلع شكل شوي هادي ورائع. ببساطة بهدوء. تمام. شايف هاي البساطة الهدوء ما بتزبط. ما بتزبط كثير صعبة. هو الناظر من بعيد بيقدر يقول إنه سهل الموضوع. سهلة بس لما تيجي تطبق الموضوع بتلاقي صعب. لاحظي آية معي كمان كل الشاطرين بقصص الطبخ مثلا حول العالم رجال. حتى كل الشاطرين بالشعر رجال أكثر من سيدات ما بعرف ليه. ليه نفتح هالموضوع يا ورد ليه؟ محمد شو رأيك؟ ليش بيكون هذا الموضوع؟ اللي شاطرين بالطبخ؟ بالطبخ أو حتى بالشعر أو بقصص مثلا المكياج أو هالقصص بتعتبر أنا من وجهة نظري إنه بيشوفوا السيدة بعينهم اللي بيحبوا يشوفوها فيه. بيكون له نظرة كثير دقيقة. صح. وبيكون هو حتى بيحب عمله. يعني بيحب عمله بيتقن بطريقة كثير حلوة. حتى الطباخ إذا ما كان نفسه طيب وبيحب الأكل ما بينجح. فعلا. كذلك الأمر الكوافير إذا ما بيحبها ننصح اي حدا ما بيحب مصلحته ما يضيع وقته. يمكن خاصه يعني مثل شغلكم يعني كثير بحاجه انه الواحد فعلا يكون بحب هذا الشيء اللي عم يعمله حتى فعلا يبدع ويقدر يترك هيك شيء مميز يمكن بهذا المجال. تمام. بده يكون اهم شيء عنده نظره يعني صح. مثلا هاي الوجه شو بيلبق له؟ مو انه مثلا عملنا موديل حتى عمل موديل حلو بجوز ما يلبق له وشه. اهم شيء الواحد يتخيل اي شيء بده يعمله قبل ما يعمله. نحن هلأ عم نكمل الجدولة للأخير؟ لا نحن هلأ آخر شيء حزمناها بمطاطة. أوكي. وبالنسبة للغرة محمد شو رح تصير؟ هلأ بالنسبة للغرة أنا نزلت لها هون عجبينة خليت لها هيك مشان دلع وشها شوي تلبق للصبية الصغيرة بالعمر ولل يمكن الديلي لايف هاي القصة مو بس للسهرة. تمام. هلأ هذا الموديل بيلبق لكل شيء يعني حتى للعروس ممكن نحط لها تاج صغير وطرحه اغلبيه الصبايا هيك عم يحبوا هيك عم يفضلوا شيء بسيط جدا. تماما بالضبط. يعني محمد يعطيك الف عافيه وشكرا على يعني كل المعلومات اللي خبرتنا اياها هون وشكرا للصبيه كمان الموجوده معك اهلا وسهلا فيكم. بتشكركم جميعا وان شاء الله هيك بانتظارك بلقاءات قادمه لنحكي فيهم هيك بتفاصيل تخبرنا هيك على تسريحات ثانيه كمان. هلا بنصح كل صبيه اهم شيء كل اسبوع تراجع طبيب جلدية خبير او خبير للشعر. تماما خبير تجميل. تمام. هو بينصحها بكثير شغلات. تمام. او حتى اذا فايتي على موسم جديد ممكن تستشير حدا اختصاصي باللون بالقصه بالموديل باللوك اللي بدها تعمله هو اقدر يعطيها النصائح. شكرا كثير. فينا نشوفه اذا بتحب من ورا.
اوكي هلا بنشوفه مع الاستاذ المخرج بعد شوي. بدي اشكرك كثير محمد، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم، شكركم، شكر القناه سما، اهلا وسهلا فيك الجميع. مشاهدينا رجعه جديده لعند الشيف حسن لنشوف طبقنا وين وصل فيه وشو عم يحضر. يسعد صباحكم عن جديد. عم نسوي نحن انجينار مع الخضار وقدامنا رز اصفر. هلا نحن هون حطينا الانجينار مع شوي مع الخضار، وعم نشوف شلون هلا حطيناه غلو شوي تقريبا صار له شيء 5-6 دقائق. وبعدين هلا حنبلش نساوي الصوص هون ونشوف شلون حنطبق الاكل سوا مع بعض. هلا حنحط شويه بزيت صغيره تمام، وحنحط مع مي هون لازم نقلع الغاز الاقوى هون الطنجره يكون اسبق لنا. هلا هدول حاجتهم طبعا. كمية الصوص عايدة لست غرابة ست البيت، ممكن تكترها أكثر من هيك، بس أنا بنشوفها شلون حتطلع تتصور هي كافية بالنسبة لهالكمية هي. هلا بدنا نضيف مكعبات مرق الدجاج ونفرفطهم. وكمان لا تنسونا كمان بدنا نحط لها شوية حليب ونشوف شلون حنساويها مع بعض. هلا بلشت تسخن المي، ببين معنا من كمية المكعبات الماء جوا بتدوب، الماء مرق الدجاج جوا بتدوب. هنضيف له هلا الحليب حوالي شي كاسة حليب. هون بس ليغلو شوي. ونحن بنتخنها او بنشبك الصوص تبعنا مثل ما قلنا بمعلقه نشا. نشوف طبعا شو رح نساويها. هلا هون نحن ما رح نضيف لها ملح بحكم انه هي محطوط لها مكعبات مرق الدجاج، بيكون هي فيها ملح ملحها كافي للاكله. بلشت تغلي شوي هلا. طبعا نحن رأسا مباشرة بس نحن ما بدنا اياها كثير سميكة، بس مجرد انه تعطي شوية سماكة الصوص هيك كافي جدا. تصور تمام بهالشكل هاد. هلا هيك كمش الصوص مع بعضه. طبعا احنا اذا بدنا نكمل كمية الصوص طبعا بتصير بهالحالة نزيد كمية السائل اكثر. هلا بنسقط الانجينار ونستحتم منه على الهادي. هلا نحن بالمعلقه نفسها هي بنعبي الفراغ يلي موجود هون بوسط الانجينار. هي حلاوة الأكلة وطيبتها إنه بالألوان تبعها، إنه مشكل الألوان تبعها بين الأخضر والأورانج والأبيض. هلا بالأخير نحن بس لنخلص أخير بس لتخلص بدنا نحطها تقريبا شي 5-6 دقائق هيك لتاخذ النكهات كلياتها على نار هادية تقريبا شي 10 دقائق.
بس بنضيف لها شويه حموض، وهي طبعا الحموض هو على رغبه ست البيت اذا حابه تكون الاكله فيها شويه حموض او لا. وطبعا بنشوف النتيجه النهائيه طبعا بالتقديم بالاخير. والف صحه وانا مقدما وشكرا لكم. نرجع هلا لعند الصبايا والشباب بنكمل باقي الفقرات لبين ما تجهز الاكله. طبعا كثير ضروري ضلوا معنا لانه بعد شوي رح يكون في معنا سحب لمسابقه وين وين وجائزه ذهب بقيمه 3 مليون ليره، فخليكم معنا. يعني ذهب ب 3 مليون ليره، حلوين طبعا. نبدا صباحنا فيهم حلوين مع بدايه الشتويه. جوائز فوريه بانتظاركم باي وقت بتختاروه، لا تضيعوا الفرصه ابدا من ايدكم. ومثل ما ذكرنا وبنرجع بنعيد، بس خطوه وحده بين ال 100,000 بتصير بين ايديكم، ما عليكم الا تبعتوا مسج بتتضمن كلمه كاش على الرقم يلي لازم كنتوا تحفظوه وصرتوا حافظينه 10-50 من اي خط سيرياتيل، وتجاوبوا على الاسئله العشره لتكونوا من الرابحين بمسابقه وين وين. طبعا بمسابقه وين وين ربح 100,000 ليره لمره واحده مو معناه نهايه المسابقه، لانه بتقدروا تعيدوا التجربه مره واثنين و100، يعني قدامكم عدد لا متناهي من فرص الربح الفوري والمباشر بمسابقه وين وين. وبكل شهر رح يكون في سحب لجائزه كبرى، الشهر الماضي كان في جائزه ذهب ورد بقيمه مليون وكانت من نصيب عائشه عبد الله العواد. صح. اليوم رح نعمل سحب جديد لجائزه ثانيه كمان قيمتها اكبر وهي ذهب بمقدار 3 مليون ليره، رح نبدا سحب جديد بمسابقه وين وين من بعد الفاصل. يعني سحب ال 3 مليون ليره على بعد لحظات وخطوات، رح نبلش نقول ستارت. يلا مين صاحب الحظ حيكون يا ترى؟ توب 0-9-3-3-1-8-5-3-2-5 0-9-3-3-185-325. ألف مبروك لصاحب أو صاحبة الرقم يلي ظهر معنا بسحب 3 مليون ليرة ذهب بقيمة 3 مليون ضمن مسابقة وين وين. زملائنا بالكنترول حاليا عم يحاولوا يتواصلوا مع صاحب الحظ السعيد قبل ما يسبقوه أقربائه ليدقوله يباركوله باعتبار ظهر الرقم على الشاشة. ولبين ما يصير الاتصال جاهز ضمن الاستوديو رح نذكركم بشروط المسابقة مرة تانية. كيف الشروط يا آية؟ طبعا أكيد، يعني لتربحوا بمسابقة وين وين 100,000 ليرة فورية من خلال إرسال كلمة كاش على رقم 10-50 من أي خط سيرياتيل وتجاوبوا على 10 أسئلة. طبعا تقدروا تكرروا التجربة مثل ما كنا خبرناكم بعدد غير محدود، وبكل شهر حيكون معنا الجائزة كبرى. طبعا الاتصال مفروض يكون صار جاهز. صار جاهز الاتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الخير. مرحبا. أوكي سعد صباحك. في مشكلة يمكن بالاتصال، الاتصال من عنده. طيب خلينا نرجع بركي نعمل محاولة. طيب خلال الحلقة يا آية شو رأيك نتواصل معه؟ صح. نجرب عم نتواصل معه. لازم نتواصل معه. في حال قدرنا نتواصل مع صاحب الحظ السعيد من هون لنهاية الحلقة أكيد بناخذه اتصال وبنبارك له وبنصبح عليه. صحيح. وبنرجع بنقول إنه ألف مبروك للرابح مين ما كان، إن كان سيدة أو كان سيد طبعا عم يتابعنا أو حتى خطه فيه مشكلة يمكن حاليا. سيرياتيل على كل حال ما بيضيع معه شيء، بدها تتواصل معه ونحن بنقدر ناخذه على الاتصال إذا قدرنا. انطرونا الشهر القادم بجائزة ذهب قيمتها 1 مليون ليرة سورية. فاصل صغير وراجعين. يعني طبعا كنا نحن طرحنا عليكم سؤال ببداية فقرتنا ونحن أكيد مكملين لسه أكيد معكم، حنروح لحتى نتابع مع بعض بقية أجوبتكم وشو كانت آرائكم حول الموضوع. منتابع ومنرجع. في أشخاص أنت بتحبيها وبتمنيها تكون معك، بس وجودها معك هي بالحياة تعمل لك مشكلة.
هلا انت بتتمنى ان تكون معك بس انت ما حتحسن تكون معي، يعني هذا بيصفى بس جواتي ما بيصفى خارجي، يعني بيصفى شيء داخلي انه انت بتتمنى شيء بس هذا الشخص قد ما تمنيتي وقد ما كان يكون حابب يكون قريب منك رح يكون مضر عليك، فصديق مخسر عدو مبين. دليل الوفاء عدم ثقة، عدم وفاء. في ناس تمنحيهم فرصة بس للأسف بيطعنونك بالخل، في ناس ما بتستاهل تعطيهم بالأصل فرصة، هذا الوضع يا رعاك الله. هرجع الموضوع هو بتعلق موضوع بمشاعر أكثر ما يكون هو بموضوع لما يكون عم يرجع أعطي فرصة للشخص الثاني، فظن كان هو الموضوع على موضوع القلب، يعني طيبة القلب أكثر رايحة، يعني هيك رايحة مايلة أكثر. إنه نعطيهم فرصة هذا دليل ضعف، يعني إنه لو من واحد نعطيه فرصة وهو عم يخرب لازم ما نعطيها الفرصة خالص. المشكلة اللي قلبه طيب واللي بيعطي فرصة فبيضل بيعطي فرصة، وهو بيعرف إنه ما في أمل من هالشخص هذا إن كان على ثقة ولا إن كان على فرصة. فنحن منضل نشتغل بأصلنا وبمبدأنا، نعطيه فرصة ونحن واثقين تماما إنه ما بيستاهل، بس نحن هيك ربينا. هو الموضوع ما له حل أكثر من موضوع هو أنا أتقبل هذا الموضوع اللي عم يصير معي، إن كان هو تقبل فرص أو تقبل الشخص بحد ذاته، إن كان هو عم يعمل يعني مستيكس، عم يعمل معي غلط، عم يعمل مسأندرستاندينج عم يصير بيناتنا، فيعني هي ميكسينج عم تطلع غريبة شوي. هو الإنسان كتير غريب بهي الموضوع، فمن حل عاطفتك هي اللي بتفرض عليك، يعني مشاعرك وأحاسيسك هي اللي بتفرض عليك، المشاعر والأحاسيس أقوى من الشخصية. قد ما كان شخصيتك أنت وعندك رد راضع نفسي بتضل العواطف هي اللي بتكسرك. حظوظنا وأبراجنا وشو مخبلنا الفلك مع مدام نجلة قباني. صباح الخير يا مدام. صباحك خيرات يا مدام. صباحك مدام. صباح الخير يا آية. صباح الخير للجميع، ضلوا دايما بخير، أيامكم سعيدة مرتاحين ومبسوطين يا رب. اليوم 2 تشرين الثاني، تمنياتي للجميع بالخير. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد لآخر يوم متراجعا، ما بنسميه متراجعا، صار يلتف متقدما بس يعني لساته بحالة ما أنا صح، لبكرة لا يرجع يتقدم بقى في برج الميزان. طبعا اليوم يلتف متقدما في الميزان. المريخ ما زال متراجعا ل 13 تشرين الثاني، رح يضل متراجع في برج الحمل. ما زال المشتري إلى جانب زحل، اثنيناتهم في برج الجدي والزهرة في برج الميزان. الأكثر تعبا بهي الفترات هن المواليد برج السرطان، شوي الحمل وشوي الجدي، هو السرطان الأكثر تعبا عموما. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، للأمور اليوم ما عم تمشي مثل ما بده بالطريقة اللي بده إياها، مع أنه يوم جيد للإشراق، للمحبة، للسعادة، للحركة، للنشاط، بس كأنه هو حابب يحرك الأمور الراكدة، ومثل ما قلنا الأمور ما عم تجي مثل ما بده. تراجع عطارد لسه، وفي الميزان وجود الزهرة في برج الميزان عم بيخلي الأمور مو مثل ما هو بده على كل الأحوال، بس ما في صعوبات على كل اليوم، بالعكس الأمور جيدة، فيها نصائح، محبة أو حنان منك للآخرين. ربما مولود برج الثور اليوم الأمور إيجابية وجيدة، خاصة على الصعيد المالي، رغم أنه أنا ما بشوف الأمور المالية كتير كتير مرتاحة، هي فترات للدفع أكثر منها، لأنك يدخل لك دخل، حتى الدخل اللي عم يدخل أنت عم تصرفه يعني ما عم بيضل بسبب تراجع على كل تراجع الكوكبين اللي بيعنوا لك، اللي هو المريخ في الحمل. يعني لا أتمنى أن يكون صرفك على أعطال على أو على قصص عائلية، أنا أعتقد أمورك العائلية من هون لعشر 15 يوم ما أنا كتير مرتاحة. مولود برج الثور. مولود برج الجوزاء في بكير وعنده نوع من أنواع النشاط، وهو رافض التعب، اليوم مليان حيوية، يعني حتى لو متعب أو مكسل أو ضيق خلقه فعنده نوع من أنواع الحماس والتفاؤل، عنده ضحكة، عنده ذكاء، اليوم حاد ياريت يستعمله بمكانه المناسب، لأنه اليوم هو مركز الاهتمام. مولود برج الجوزاء عنده إيجابيات وعم بيلاقي إعجاب من حوله، يوم يعتبر لمناسبات اجتماعية إيجابية. عزيزنا مولود برج السرطان اليوم أنت اللي مكسر وضايق خلقك وما كتير مرتاح، والحقيقة أغلب الكواكب بأماكن غير مريحة يعني الصراحة، لذلك فعليا يعني حساس صاير أكثر مما يجب، عصبي أكثر مما يجب، أميل للعزلة، ضايق خلقه اليوم من الناس، عم بيضيق خلقه من الأخذ والعطاء أو من الجدالات، ما عم يضحك هاي الأيام للمزحة، يعني إذا في حدا وصادف إنه عم يحكي له شي نكتة فتحسوه هيك يعني قالب وشه أو ما كتير مرتاح، مع إنه ملاحظ إنه ما في شي سيء. يعني أنا برأيي مواليد برج السرطان على الرغم من إنه الشهر ما إنه كتير الأفضل، بس هو للحقيقة ما إنه أسوأ من الأشهر المرت. هلا كل برج السرطان مرقوا بسنة متعبة، بس هاي الأيام ما أنا سيئة، يمكن في تعب هذا طبيعي.
يوم جيد لمولود برج الأسد خاصة اجتماعيا. ما بعرف إذا مسافر أو عم بتطور علاقاتك أو عم تستقبل ضيوف من سفر أو عم تحكي مع ناس من سفر، بس أنا أعتقد أنه اليوم للغرباء أو للتعارف أو للجديد أو لقصص ممكن تكون غير معتادة غير اعتيادية. يعني اليوم يوم فيه قصة عائلية شخصية ربما إيجابية، حياة عاطفية ربما إيجابية، مزدحم اليوم جدول أعماله مولود برج الأسد باللقاءات أو بالعروض. أكثرنا تعباً هو مولود برج العذراء اليوم الحقيقة، ومن امبارح بعد الظهر إذا ملاحظين الأمور ما أنا كتير الأريح، عم بيشعر إنه الأمور مثل مو مثل ما بده، ما بعرف إذا في اتهامات أو لوم أو بعض القصص المشربكة، هي أكثر شغلة تنطبق على برج العذراء. ما في شيء سيء لأنه إذا أنت ملاحظ، بس قصص مشربكة بدها حل حالي، يعني كل ما بتقول هاي القصة خلصت ترجع بتطلع لك قصة تانية. هاي اليومين بالذات حاول تتمالك أعصابك، حاول إنك تكون هادئ لبق لطيف دبلوماسي مبتسم إذا قدرت، يعني ما تخلي الناس اللي ما بيعنينك أمرهم إنه هنن اللي يضايقوك اليوم أو يزعجوك. مولود برج الميزان الأمور بالنسبة لك اليوم إيجابية وجيدة، على الأقل ما فيه عراقيل. هلا أنا ما رح أجي إلك إنه أنت بالسن الأفضل وإنه هذا الشهر الأفضل، بس وجود فعلا الزهرة في برجك بلش يحسن لك قليلا أمورك العاطفية أمورك الشخصية. يعني المشكلة أنت عم بتصير عندك عائلي أكثر من عاطفي بهاي الفترات. في اليوم سلة تفاهمات ممكن بينك وبين الآخرين، تقدر ترتب أمورك، توقع هالسلة التفاهمات وتكون أمورك أفضل، لأنه اليوم الحقيقة مولود برج الميزان الناس اللي حواليه عم تأيد مواقفه. مولود برج العقرب لأ الأمور اليوم أفضل بكتير بالنسبة لك، مع أنه اليوم يوم فيه مساعدة، وعزيز ده مولود برج العقرب يكره المساعدات عموما، يعني بحس حاله تحت دين، وهذا الدين حتى لو كلمة حلوة يعني بحس أنه شلون بدي ردها أو أنه لازم ردها. تشجيع أو طمأنينة ربما لمولود برج العقرب، فرص إيجابية ربما، في وعود اليوم، في وعود، وما بعرف إذا في قصة مالية أو قصة معنوية، بس اليوم يوم جيد سواء للعمل أو للإنجاز. اللي متعب هو مولود برج القوس، ليس في حالاته الأفضل اليوم، غالبا تأجيل تأخير قصص العلاقة بمحيط عائلي ما كتير. يعني الآن أنا بشوف هذا الشهر كله تقريبا على الأقل 20، يعني في نوع من أنواع القلق لمولود برج القوس، في قصص ما عم تزبط، في قصص عم تتأجل، في شيء حواليك ناس عم بتساهم بحمل القلق لألك، عم تأجل لك بعض الأمور. كل ما بتقول هاي القصة خلصت ترجع بتحس إنها كأنها بلشت من جديد أو طرأ عليها نوع من أنواع التأجيل. وربما اليوم بالذات في صراعات أو نزاعات على مستوى الزواج أو الشراكات مع الناس القرب منك، أو إذا متزوج ممكن تكون قصة زوجية لكنها عابرة، لذلك ما تعمل مشكلة اليوم. مولود برج الجدي اليوم الأمور بالنسبة له جيدة، رغم أنه اليوم دايق خلقه، في شيء قلقه من جوا. أولاً شغله كتير اليوم، ما فاضي يحك راسه، أموره ورا بعض، حتى راحة الظهر، حتى نومة الظهر، حتى قصص هيك العلاقة بأنه يقعد ويرتاح، عم بيحسه مو قادر اليوم، كأنه عم بيشيل شغل عن غيره أو عم بيدرب غيره أو هو داخل دورة تدريبية جديدة أو قصة العلاقة بالعمل. على كل الأحوال تذكر مولود برج الجدي أنه جسمك محتاج للراحة، وأصلاً تراجع المريخ في برج الحمل عم بيخلي الأمور الصحية لا تعتبر كتير الأفضل. مولود برج الدلو اليوم أنت اللي مرتاح، ما بعرف، مشغول بقصص تخص الأولاد، العيلة، الأهل، زوج، زوجة، إخوة، يعني كل واحد حسب طريقة حياته، بس غالباً الناس اللي بتحبهم اليوم شاغلينك، سواء كنت سهران متأخر، رايح عشغلك بكير، عم تاخذ هاي القصة من وقتك، بس مبسوط بمن حولك عموماً، أو القصص بالنسبة لك إيجابية. أنا أعتقد في شيء جديد عموماً ممكن يكون مصدر سعادة، واليوم في إشارات إيجابية جيدة لمولود برج الدلو، على فكرة أحدها مالي مثلاً. مولود برج الحوت الحياة اليوم التصرفات حواليك مو منطقية، أنا ببصم بالعشرة اليوم إنه في شيء حواليك مضايقك، ممكن تصرفات زوجي، أحد الأولاد، قصص تخص أخوي، ضمن القصص لأنه بمحيطك الشخصي، حتى لو يعني بالعمل فهو رئيسك بالعمل أو زملائك بالعمل هن اللي عاملين لك نوع من أنواع المشاكل. هلأ أنا ما بتمنى اليوم تقلب لنا وشك، تتحسس من أمور صغيرة مولود برج الحوت، وما تستعجل الحلول.
خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 2 تشرين الثاني، واتمنى له السعاده. مولود بيعرف شو اللي بده اياه راسا، يعني حدا حازق ذكي، يمكن عنده طبيعه خشنه شوي، يعني على فكره مو من الاشخاص اللي يعني بتحسوه هيك لين لطيف، لا لا، بمجرد ما بتعرف عليه بتحسوه حدا هيك مسيطر وقالب وشه وله هيبه. يعني عموما اغلب مواليد برج العقرب، بس هن من جوا ما عندهم هي القسوه اللي بتبين بالخارج، بالعكس هن من جوا شخصيات طيبه جدا ولطيفه جدا، بس ما بيعرفوا كثير يفرجوا لطفهم للاخرين، بيخافوا من الخوف، يعني من خوف من عدم الامان، انا قصدت من خوف انه حدا يحتال عليهم او يضحك عليهم مثلا. اصدقائهم كثار من الاشخاص اللي بيعطوا مساعدات بدون ما يطلبوا شيء بالمقابل، ما كثير يؤمن بالرومانسيه عموما، انيق على كلين، من الاشخاص اللي ناجحين طموحين، يحلم دائما بحدا يشيل عنه كتف بالحياه، هو يحلم بس هو ما بيخلي حدا يشيل عنه كتف بالحياه. سنه لقاله للارتباط بامتياز، لخطوبه او قرار جديد او قصه ممكن تكون ايجابيه على صعيد العواطف، في حظوظ مساعده واللي رايده رب العالمين بيصير، سفر او مال او تصرفات ايجابيه بالمتبقي من العام. انا بعتبره عام جيد بالمتبقي منه على الاقل، وان شاء الله يكون جيد وللجميع. يسعد صباحكم وتضلوا بخير. يسعد صباحك مدام. صباح الخير. ضلي بخير يا مدام. رح نروح مره اخيره لعند الشيف حسن ابو السرور بشكل سريع ونشوف طبقنا بشكله النهائي. خلونا نشوف. هلا مثل ما قلنا نحن قدمنا انجينار مع الخضره مع الخضار، قدام منه رز اصفر مع الصوص الابيض قدام منه، والف صحه وهنا، وهي احدى طريقه احدى طرق التقديم، اقتراح هذا التقديم طبعا، والف صحه مره ثانيه. مين اللي ربح معنا يا آية؟ مين اللي انت بدك تخبرنا مين اللي ربح معنا اليوم؟ ثابت رفعت خير بيك، ثابت رفعت خير بيك ربح ذهب بقيمه 3 مليون ليرة سورية. زملائنا بالكنترول تواصلوا معه خلال الحلقة وأخذوا بياناته، وشركة سيرياتيل رح تتواصل معه لتسلمه الجائزة. ألف ألف مبروك لألك، وعلى طول ضلوا شاركوا لتكونوا مثل ثابت، وممكن يكون في جوائز أعلى بالأشهر القادمة. صحيح، يعني مشاهدينا ما ضل غير نقلكم إن شاء الله هيك بقية نهار بتكون رايقة عليكم، نهار حلو يحمل معه راحة البال دائما وأبدا. شكرا لكل حدا تابعنا بحلقة اليوم، موعدنا معكم بتجدد بكرة على 9:30. تبقوا بألف خير. باي باي. تبقوا بألف خير، وبداية شهر شتاء كلها خير وبركة يا رب. إن شاء الله يا رب. باي باي.